لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا دائما في خير وعلى خير، وأن يجمعنا دائما على طاعته، ويوم القيامة في مستقر رحمته. اللهم أمين، اللهم أمين. النهاردة جينا نتكلم عن إيه؟ هنحاول نتكلم عن موضوع عام، وإن كان الموضوع ده هيصب معاك في كل المواضيع الخاصة. يمكن إحنا فعلا داخلين على موسم عظيم، موسم العشر من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا، أحب الأعمال إلى الله هتكون في العشر ديت. دايما بيبقى المتوقع إن بيبقى فيه نية إن إحنا هبقى نجتهد وحنعمل شغل واستعد بقى، وكل الدروس بتصب في الاتجاه دوت، إن المفترض إحنا داخلين على أيام فاضلة، فلازم الاستعداد، ولازم إن أنت بقى تحضر نفسك لأقصى عمل ممكن في العشر دول، سواء الصيام، سواء أوراد القرآن، سواء الذكر عموما، أكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد، تمام؟ سواء هتقعد من فجر للشروق، يعني هتعتكف جزء من وقتك في المسجد، هتنقطع للعبادة، قيام الليل، كل بقى ما تخيله من الأعمال الصالحة المفروض إن أنت هتستعد ليه. دايما دي بتبقى الأحلام ما قبل العشر في كل سنة، يعني ده الحلم الجميل اللي بيبقى قبل العشر في كل عام، ان احنا يلا بينا وبتاع، وتلاقي الدروس قاعدة تشحن فيك والكلام ده. وفي النهاية عادة كواقع ما فيش حاجة كتير بتتغير، يعني رغم ان بيبقى فعلا يعني النية حلوة والكلام جميل والدروس كلها بتقول لنا كده، بس انت بتيجي بتنزل على الواقع بتاعك بتلاقي ان الحقيقه، يعني اجدع واحد يمكن صام، يقول لك الصيام ده كده كده ايه، ما بيكلفش حاجه، هو ما بيحسش بحاجه، ووفر اكل برده، الدنيا ايه، الدنيا ملمومه وعلى قد يعني، فبدل ما ناكل اكلتين هناكل واحده وخلاص. فالصيام ما بنحسش بيه، فاصوم ايه، انت بتطبطب على نفسك، يعني انا بعمل ايه، بعمل عمل صالح، وان كان طبعا الصيام ليس له مثيل يعني. لكن عايز اقول لك ان اي حاجه بقى محتاجه مجهود حقيقي، انك هتزود ورد القرآن مثلا، تقوم الليل، او هتبذل مجهود حقيقي، بتلاقي ان الاداء مش هو اللي انا كنت متوقعه. يعني الاحلام كانت وردية قوي قبل العشر، لكن الواقع ما فرقش كتير يعني عن امبارح، يعني يوم واحد اللي هو هيبقى الاثنين القادم هتحسوا في الجديد، يعني حاسس ان انا ما عملتش حاجة كبيرة. وبيمر الموسم كالعادة زي كل سنة وبتندم، يعني بيفضل ليه الندم، وبترجع بقى إن شاء الله خير، ورمضان هيجي بقى وحبقى كويس، ونقعد بقى في الليل اللوب ديت ما بنخلص منها، رمضان يعدي برضو نفس الأداء، تقول طب إن شاء الله العشر حبقى كويس، وهكذا. مش بقول إن أنت وحش، بس هو كل موسم خير بيجي بتبقى أنت عندك أحلام جامدة جدا، تنزل على الأرض الواقع ما بتلاقيش الكلام ده بيحصل. فاحنا النهارده نحاول نتكلم في احد المشاكل اللي بتسبب انك انت بتفوتك مواسم الخيرات. ليه دايما بتفوتني مواسم الخيرات؟ ليه ما بعملش فيها الاداء اللي انا كنت بحلم بيه؟ ليه الحلم حاجه والواقع حاجه تانية؟ ونفس الكلام اللي هنقول النهارده هو هيصب في حاجات كتير على فكره، ممكن ينفعك في المذاكره، ممكن ينفعك في حفظ القران، ممكن ينفعك في طلب العلم. لان انا اعتقد ان السبب الرئيسي لكل ده الجامع لي هو ان في حد او في عدو لدود قابع في النفس بتاعتك، وهو في نفس الوقت عدو محبوب ليك، وانت عامل معاه الف، وهو ده اللي بتتضرب منه في كل مرة، وما عندكش شجاعة انك انت تواجهه، لان انت في الحياة بتحبه، وهو عدوك اللدود الكسل. الكسل هذا العدو المحبوب الى النفس، العدو المحبوب الى النفس. في بينك وبينه حاجه كده غريبه، انت هو بيأذيك بس انت بتحبه، فبتضطر تعديله ايه، كل الاذيه بتاعته. اي نفس بتحب الكسل، تحب الشغل، تحب الراحه، تحب النوم كتير، تحب الاكل كتير، تحب ان انا انتخ، مش عايزه اشتغل، يعني مش طالبه فرهضه، يعني فاهم نفس الشعارات بتاعت ايه،
العظيمة ديت. فالكسل شيء محبوب للنفس، وهي النفس جبلت على الكسل، تحبش التعب، تمام، تحب الراحة. فبيأتي الكسل في العادة بيحطم كل أحلامك، بيدمر كل خططك الإيه؟ الوردية الجميلة ديت، سواء خطة مذاكرة، سواء نية قيام ليل، سواء نية تحول حقيقي في العشر الأول من ذي الحجة، سواء المهم بيأتي الكسل يحطم كل أحلامك الوردية ديت. فاحنا النهاردة محتاجين إن احنا نتعرف على العدو دوت، محتاجين نعرف إزاي نواجهه، وإزاي نتعامل معاه، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع العدو اللدود دوت. لما بتيجي اصلا بتتامل في احوال النبي عليه الصلاه والسلام او ادعيته، بتجد ان قضيه الكسل فعلا كانت شغلاه، يعني هو بيتعامل مع الموضوع ده بجديه شديده، ومديها اهتمام عالي جدا جدا. وهتتامل كده هتلاقي فيه على الاقل مثلا 3 ادعيه في السنه من اقوى ما يمكن، ويمكن النبي عليه الصلاه والسلام في بعضهم كان بيواظب عليه، وفي بعضهم حث الناس جدا عليه. بمعنى كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول طبعا زي ما انتم عارفين أذكار الصباح والمساء، انت نفسك في أذكار الصباح والمساء كل يوم بتقول الكلمة دي بس ما تاخدش بالك منها، تمام؟ اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، خير ما بعد، أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، تمام؟ اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ فأنت تلاقي نفسك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، صح؟ فانت كل يوم في اذكار الصباح والمساء بتقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الايه؟ الكبر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. بس انت من الكسل ما بتاخدش بالك من ليه؟ من اللي انت بتقول ان انت بتستعيذ بالله من الكسل، من كتر كسلك وانت بتقول الاذكار لو مره تاخد بالك ان انت بتستعيذ بالله من الكسل، اللي انت اصلا بتبقى مكسل وانت بتستعيذ بالله من الكسل، انت متخيل انت عامل ازاي؟ ففي ماساه. فيمكن انت لو مره تاخد بالك كده، صحيح ده انا كل يوم بقول في اذكار الصباح والمساء اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ده يدلك على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل الموضوع ده كل يوم على الاقل مرتين، انت متخيل؟ بيستعيذ بالله من الكسل كل يوم مرتين، على اعتبار ان ده موضوع مهم جدا جدا لازم نهتم بيه. وكان من ادعيته عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال، تمام؟ فدي مسألة مهمة، تمام؟ وكان عليه الصلاة والسلام بيحث الصحابة إن هم يسألوا الله النشاط، يسألوا الله النشاط، وكان بيقول لهم بيوصف الدعاء دوت بإنه أفضل من الذهب والفضة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنز الناس، إذا كنز الناس الذهب والفضة. يعني شوف الناس دلوقتي كل شغلهم الشغل ايه؟ الدهب. ايه اخبار والكلام؟ طلع نزل الدولار، طب حط فلوسي في دهب، طب اعمل ايه، طب اشتري، طب جنيهات، طب يعني كل الناس منشغله بهذا الامر. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقارن اهتمام الناس الشديد بالذهب وبين ان المفروض ان انت الكلمتين اللي هقوله لهم دول اغلى من الذهب، وحرصك عليهم لازم يكون اشد من حرصك على المال والذهب. قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. أول جملتين هم دول الإيه؟ دول المهمين. أو الجملة الثانية خصوصا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وإيه؟ والعزيمة على الرشد. لأن الإنسان إيه الفرق بين الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد؟ الثبات في الأمر ده اللي هو الخطة، العزيمة على الرشد هو تنفيذ الخطة. الثبات في الأمر يعني أنا أتثبت قبل ما أعمل أي حاجة، احط الدنيا تمام واتاكد ان انا صح وماشي على الطريق الصح. ما هيش فكره ان انت بتتحرك وخلاص، فكره ان انا بتحرك صح، بتحرك في الطريق السليم، باخد قرار سليم، تمام، بستشير اخواني، بستشير شيخي، باخد قرار مصيري، هناخده قرار مصيري كدعوه او كده. الثبات في الامر الاول قبل ما نضيع سنين في لا شيء. حلو. فالاول الثبات في الامر. طب بعد الثبات في الامر، بعد ما خلاص تثبت هو ده الطريق، هو ده الصح، والخطه كده والجدول كده، والمفروض نوصل فد كده، فين بقى الكلام؟ فين الحركه؟ هي العزيمه على ليه؟ على الرشد. ما اجمل الخطه، عشان كده بقول لك ودايما الخطط جميله. الثبات في الامر بيحصل دايما، دايما الخطط سعيده، ودايما الاحلام ورديه،
لكن دايما في مشكله في الايه، في العزيمه على الرشد، ان انت تتحرك بالفعل. تمام، يبقى لازم ثبات في الامر وعزيمه على الرشد. الخطه تبقى صح ونتحرك، فلو الخطه صح ما اتحركناش ملوش قيمه، اتحركنا في خطه غلط برده ملوش قيمه. فلازم ثبات في الامر وعزيمه على الرشد. فتخيل لما هو النبي عليه الصلاه والسلام اول جملتين يبداهم في حديث بيقول للصحابه ده اغلى من الذهب، عباره عن ايه؟ حط خطه صح واشتغل، وسال الله انه يوفقك في الخطه علشان ما تمشيش غلط وتضيع وقت، وسال الله ان هو لما الخطه تبقى صح ان انت يجيلك عزيمه ان انت تنفذ المخطط الايه المثالي والاحلام الورديه اللي انت عايش فيها. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الايه، والعزيمه على الرشد. تخيل ثلاث ادعيه كل واحد فيهم بيقول لك او بيدي لك رساله. كم كان النبي عليه الصلاه والسلام حريص على ان يسال الله ان يجيره من 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 الكسل وعاقبه الكسل، وان يساعده على النشاط والعزيمه وتنفيذ ما يخطط له عليه الصلاة والسلام. فده بيخليني لا، ده الموضوع كبير، موضوع كبير بيتقال في أذكار الصباح والمساء، يعني موضوع أخذ درجة عالية جدا من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الكسل فعلا عدوك اللدود، لأن زي ما قلنا هو عدو قابع في النفس، وهو عدو من أحب الأعداء إلى النفس. أن ما النفس تحب أو الكسل، تميل إلى الكسل، فأي حاجة بتدافع ليها الكسل هي بتبرره، لأن هو إيه عامل زي واحد بيحب ابنه مهما غلط بيبرر له، مع انه عارف انه غلطان، بس يقول لك ما ينفعش اصغره قدام الناس، معلش اصله عيل وعيل وغلط معايا. طب ما هو بقى دي فهمان، هو فاهم بيعمل ايه. فاي ام بتحاول تبرر لابنها ليه الغلط وتدافع عنه مهما كان غلطان. فالكسل ده عامل زي ابنك، مهما يغلط تحاول تبرر له، مثل الظروف، اصل انا ما كنت مكسل، اصل انا كنت تعبان، انت كنت كسلان، ما انا ما قدرتش، انت كنت كسلان، يعني ما بس يعني ما تحاولش تبرر اكتر من كده، علشان ده ابنك اللي انت بتحبه فقعد تطبطب عليه. لازم تتعامل معاه بشده وحزم، والا هيضيعك. تمام، مهما كنت بتحبه بس انت ده مش زي ابنك، ابنك فعلا يستحق المحبه، لكن الكسل لا يستحق المحبه. كسل عدو بالفعل، مضر في كل احواله، ليس منه منفعه قط. تمام، وبالتالي حبك ليه زي حبك لابنك، وتبريرك ليه زي تبريرك ابنك، هذا مش مقبول. ممكن اقبل كده لابنك، طبيعي ماشي ابني وهعمل ايه، لكن كسل اي نفع يعود عليك من الكسل عشان انك انت تعمل معاه الاتفاق اللي من الباطن دوت، ان احنا ايه انت تخربها وانا ايه وانا ادافع عنك، ما تقلقش. لازم تعاديه، لازم تكره هذا الكسل، مش ممكن تستعيذ بالله من حاجه بتحبها. تمام، فازاي تحبه وتستعيذ بالله منه؟ يبقى لازم انت تكره هذا الكسل، وتعرف ان هو ده اللي مدمرك، هو ده اللي مأخرك، هو ده اللي مضيعك. عشان كده ابن الجوزي رحمه الله تعالى ليه كتاب جميل اسمه صيد الخاطر. حلو، كتاب صيد الخاطر. صيد الخاطر ده عبارة عن ايه؟ خواطر كده. كان ابن الجوزي لما تجيله خواطر كان بيصعب عليه الخاطرة تطير، فبيقول ايه الخواطر اذا لم تقيد يعني هتطير خلاص هنساها. فبيجيله كلام حلو كده فبيكتبه، فهو سماه كده صيد الايه الخاطر. كل ما يجيله خاطرة حلوة كده يروح ايه كاتبها في الكتاب ده، فطلع كتاب كبير او اسمه ايه صيد ليه، اعتبره صيد، كل ما تجيله فكره يروح كاتبها وخلاص، يقول اكتبها للزمن حدش عارف ايه هتنفع امتى. وفعلا سبحان الله بقت كتاب عظيم انتفع بيه يعني ملايين. فالشاهد يعني ان هو في احد الخواطر كان بيقول جمله ايه، جمله جميله قوي عن الكسل دي، اتحفظ سهله جدا. فقال رحمه الله عليه، قال: واي شيء لمن ساكن الكسل، يعني بماذا خرج؟ يعني انت الان كسلان وكسلت، طلعت بإيه؟ يعني عشان كده بقول لك الكسل لا نفع منه خالص، لا يوجد أي شيء مفيد في الكسل. تمام؟ فبيقول أي شيء لمن ساكن الكسل. وكلمة ساكن دي حلوة، لأن كلنا أكيد هنكسل، بس في فرق بين واحد بيكسل أحيانا، واحد ساكن الكسل. عشان كده إيه كان السلف بيقولوا لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. يعني ما فيش مفر من ان انت اكيد كلنا بنكسل، مش معقول حد هيفضل يعني نشيط الى الابد، هذا مستحيل. فلازم اكيد في بيحصل كسل احيانا، لكن كان بيقولوا لابد من سنه الايه الغفله، دي جبله. حتى النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اني لا يغان على قلبي، يعني احيانا بسرح كده شويه وبس ايه على طول يعوض، ويقول اني لا استغفر الله في اليوم 100 مره. فوارد ان هو يسرح، وارد ان هو عادي، دي سنه بتحصل لاي حد. لكن بيقولوا ايه لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، يعني بسرعة
تقع تقوم على طول تريح ما تطولش. عشان كده بيقول اي شيء لمن ساكن الكسل، اللي بلط بقى اللي هو قاعد مع صاحبه بقى وقاعدين مع بعض، والكسل هو حاله الاصلي وخلاه ما ينشط. بيكمل بقى ابن الجوزي بيقول ايه: اذا راى اقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل، وصاروا اغنياء بالتجاره وهو فقير، تمام، هل يبقى حينها للالتزاز بالكسل والراحه معنى؟ دايما الانسان يظل يطبطب على نفسه بالكسل دوت، ولغايه ما يتصدم بالايه؟ بنتائج الموضوع ده، بس حين لا ينفع الندم، زي يوم النتيجه مثلا. لما مثلا عارف انت واصحابك مثلا، فانت كسلان وهم بيذاكروا، فانت بقى ايه عامل انت الشاب الروش اللي هو الكسلان بقى، فاهم ازاي؟ يا عم فكك مذاكرتي وبتاع، مذاكرة دي العيال الدحيحة، احنا مالنا، احنا هنخش هنخلص وبتاع، عارف انت الكلام ليه؟ اقعد انت ريح نفسك، تمام؟ فاهم؟ اذا اردت النجاح شد اللحاف وارتاح، واقعد بقى انت ايه؟ في نظريات كده مصرية يعني مالهاش أي علاقة بالحياة، يعني خارج منظومة الكون كله، تمام؟ عيش نملة تاكل سكر، عيش نملة تداس بالجزمة، ده اللي أنا أعرفه، لكن عيش نملة تاكل سكر دي أنا مش فاهمة لغاية دلوقتي، تمام؟ فالنملة اخرها ايه؟ شبشب، يعني هو ده اخر هي اضعف، فاهم؟ مش هتاكل سكر صدقني، هتاكل واحدة كلام انتهى. كان عيش اسد، ده اللي انا افهمه، عيش نملة ليه؟ عيش اسد تاكل لحمة، يعني ليه تاكل سكر؟ ما ممكن ناكل لحمة وبلاش، هو انت اسد، فاهم ازاي؟ فليه انت اقصى احلامك سكر؟ هيجي لك السكر حتى، يعني برضه بقى خطر، تمام؟ فيا اما هتاكل شبشب يا اما هتجي لك السكر، طب ليه؟ فهو كده احنا المهم ان احنا ايه، حطينا مثال ملوش اي لازمه في الحياه ومقتنعين بيه: عيش نمله تاكل سكر، تمام؟ اذا اف يو ونت تو بي هابي في الكتاب وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، معروف ده من الايه، من القواعد والنظريات المصريه الاصيله، لاي حد يفكر يذاكر بان ايه يعني، ومتزينها كمان صلي على النبي، يعني يا راجل انا حتى بقول لك حاجه حلوه دخلك الجنه، تمام؟ اف يو ونت تو بي هابي في الكتاب وايه وصلي، معروفه، فاهم؟ عليه الصلاة والسلام. فتخيل انت شعب عايش في النظريات دي، يعني عايش في نظريات غريبة ملاش اي علاقة بالواقع، ملاش اي علاقة بالنجاح، ملاش اي علاقة باي حاجة. والحقيقة ان الواقع غير كده خالص تماما، يعني الواقع ان كما يقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. طول ما انت كسلان انك تطلع الجبل هتفضل طول عمرك تحت في الحفر تحت، الناس فوق في الجبل وطلعوا وعملوا وصعدوا ووصلوا، وانت تحت في الحفر لان انت بتتهيب دايما صعود الجبال، لا كلت سكر ولا بقيت هبي ولا اي حاجه، في النهايه انت اللي هتزعل. فدايما الواحد بيقعد ايه، يقعد يطبطب على نفسه كده بالكلام دوت، وان شاء الله وبتاع، يا عم فكك والمذاكره واحنا قضيها، هم اخر يومين والدنيا تتلم، واقعد انت تريح نفسك بالكلام دوت. تعالى لي يوم النتيجه بقى، الندم بقى والالم، وانت شايف الحقيقه ان فعلا اللي ذاكر فرق، واللي كان شادد من اول السنه فرق، واللي حاول يلم في الاخر ما لمش، وفي الاخر شلت ماده، شلت مادتين، وفي الاخر شادد ما بلاكش وش توريه للناس، مش عارف هتعمل ايه، كسرت عين والدتك، كسرت عين والدك، انت متضايق، انت ما بقتش هابي ولا نيله، واللي نجح هو اللي هابي دلوقتي، واللي جاب درجه هو اللي مشرف اهله، هو اللي عمل حفله وهو اللي مبسوط وهو اللي رافع راسه، تمام، هو اللي وصل للمرحله اللي بعديها ودخل السنه اللي بعديها، وهو دلوقتي اللي كل الناس كل حاجه بقت معاه. انت بقى عملت ايه بالكسل؟ لما انت كسلت تذاكر شهر واحد بس حتى، وقلت هلم الدنيا في يومين ثلاثه، اي لذه بقى؟ يعني قول لي يوم النتيجه كده انت شايف نفسك شايل ماده ولا مادتين لا قدر الله، والتاني اللي هو بيذاكر اول سنه انت قاعد تقلس عليه من اول سنه بتحاول تحبطه، جايب الله ينور درجات زي الفل ورافع راسه ورافع راس الناس وبتاع، وكل الناس فرحانه بيه، وانت في الاخر محدش سقف لك يوم النتيجه، ولا حد قال الله انت روش قوي، انت بص شلت مادتين ومش فارق معاك الحياه، مفيش الكلام دوت. في الاخر الناس هتبص لك ان انت شايل مادتين، تمام، سقطت. وفي الاخر لما تسقط وتعيد السنه اصحابك كلهم عدوا وبقوا في السنه اللي بعديها، حتى اصحابك خسرتهم. هيبقى ليك اصحاب جداد، تحاول تكون صحبه جديده بقى، وهم بقى خلاص انت بالنسبه لهم انت ايه، بتعيد السنه خلاص، مش مستوانا، فاهم؟ فخليك انت بقى كده، واحنا بنصاحب الناس اللي ايه، عشان احنا كده كده عايزين حد يذاكر معانا، انت مش هتنفعنا بحاجه. تخيل حتى اصحابك اللي انت كنت بتتسلى عليهم في الاخر انت بقيت لوحدك. ساعتها ايه احساسك ان انت كسلت كده؟ نفس الكلام في التجاره وفي العمل،
الشخص اللي بيكسل دايما، بيكسل يروح شغله في ميعاده، بيكسل ينفذ المهام المطلوبه منه، بيكسل ان هو يعمل اي حاجه متميزه في شغله، لما بتيجي المرتبات، لما بتيجي المكافآت، لما بتيجي الترقيات، لما بتيجي المسابقات ويلاقي نفسه ما خدش المكافأة، لما يلاقي نفسه في المسابقة سقط، لما يلاقي انطباع المديرين عنه سيء جدا، لما يلاقي الناس بتاخد مناصب وهو ما بياخدش، بيزعل ساعتها. بس ساعتها فبيتقال له ساعتها طبعا على اساس ايه حضرتك؟ حضرتك بتيجي متأخر، حضرتك بتمشي بدري وبتزوغ، حضرتك ما بتعملش المطلوب منك، حضرتك مالكش اي مبادرة عملت بيها اي حاجة في اي حاجة، لا دربت حد ولا ساعدت زميلك ولا فلان عمل وفلان عمل وفلان عمل، انت كنت فين ساعتها حضرتك؟ تخيل بقى الكلمتين دول لما تسمعهم في وقت لا ينفع الندم بسبب الكسل، كسل ان انت تيجي في ميعادك، كسل ان انت تكمل شغل الاخر، بتنام في الشغل، البرفورمانس او الاداء بتاعك زفت في الشغل. لما تيجي بقى لما تيجي تفرق منصب، عارف احيانا ممكن منصب ترقية واحدة تفرق مرتبك كله، تبقى انت بتقبض مثلا 5 ومديرك بيقبض 10 والى الابد بقى على كده بسبب شوية كسل عندك. مرتب فرق ضعف بسبب شوية كسل. كان ممكن انت لو كنت كان عندك همة في شغلك كان النقلة دي تفرق في حياتك، في حياة ولادك، في كل حاجة. اي التزاز بقى ساعتها لما تيجي تتوزع المناصب او تتوزع المكافآت، ده كلام في الدنيا، ما بالك في الاخره بقى. اي شيء لمن ساكن الكسل، لما تلاقي نفسك مكسل تحفظ قران، حلو، وقاعد انت في سوره البقره بقالك 5 سنين ومش بتخلصها ابدا، وكل شويه نبدا من نفس النقطه، وبعد كده تحفظ في الصيف تقطع في الشتاء، نبدا في الصيف من الاول تاني، نحفظ في الصيف نقطع في الشتاء، نبدا في الصيف من الاول تاني. في ناس ما بتطلعش من جزء عام وتبارك بقاله 10 سنين، في اشبال ما بيطلعوش من جزء عام لان هو كل سنه بيعيده، لان هو بينساه كل سنه. في ناس كبار ما طلعوش من البقرة لغاية دلوقتي. أنا بفترض إن أنت من أهل الجنة كمان، تمام؟ ورحنا عند ساعة في يوم القيامة ولقيت بقى اقرأ وارتقي ورتل. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فأنت رحت جبت أول جزء من البقرة بس اللي هو كل مرة بنبدأ منه الأول التاني، هو ده اللي أنت حافظه دايما جامد جدا. وعمرك ما وصلت أصلا للجزء التاني. ده الجزء الأول من البقرة يعني ما كملتش إيه؟ ما كمل لي 100 آية مثلا، 140 آية، تمام؟ فخلاص خلاص انت كده تقف على كده. في واحد جنبك بقى الله ينور كان زميلك في الحفظ، في خلال سنتين كان هو ختم، انت في سنتين لسه في اول جزء او تاني جزء، تمام؟ انت جبت 200 ايه 100 ايه 200 ايه وهو جاب 6000 ايه، فرق عنك كام درجه بقى في الجنه؟ اوف، 5900 درجه مثلا. طب تخيل ما بين الدرجه والدرجه كما بين السماء والارض، ساعتها تبقى انت عامل ازاي؟ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، كل الناس تتحسر يوم القيامة حتى المؤمن. طبعا ده قبل دخول الجنة، إن بعد دخول الجنة خلاص ربنا بيراضي الجميع ومحدش بيحس بألم، مفيش ألم في الجنة. جوه الجنة مش هتحس بحاجة، بس وأنت في الموقف هتحس قبل ما رجلك تخش الجنة، تبقى ندمان في الموقف، تبقى متحسر. ده أنا بقول لك أنت من أهل الجنة، ما بالك لو أمر أصعب من كده. لو أنت بتكسل تصلي الفجر بقى هيبقى الوضع يوم القيامة في خطر كبير جدا جدا، انت ما تكونش اهل الجنه اصلا، والحسره ساعتها تبقى اضعاف اضعاف مضاعفه، تمام؟ فايه ساعتها يعني انا قاعد اناقشك عشان اوصلك لبغض الكسل، ان هو دايما بتقابله في الاخر في المرحله الاخيره، وبتكتشف ان الكسل ده اشبه بالشيطان لما بيقابلك في الاخر يقول لك قال ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فيه فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. هتحس ان هو نفس الاسلوب بالظبط، الا ان وعدتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. هتحس هو نفس الخطاب بالظبط، وانا ضربتك على ايدك، انت اللي جيت عندي. فالكسل اشبه بشيطانك الداخلي دوت، اللي هو بيقعد يغويك ويغريك ويقول لك لا يا عم فكك وبتاع وريح وانتخ واعمل، وبعد كده تلبس في الاخر انا ضربتكش على ايدك، ما عملتش ليه زي الناس؟ ذاكرتش ليه؟ ها؟ تلاقي نفس تانية كده طلعت مرة واحدة بتقعد تقطمك بس. الله، فين الكسل اللي كان بيطبطب عليا؟ بيستخبى ساعتها. من خوف منك بيستخبى، لأنه عارف إن هو ما هيتكلم إيه دلوقتي؟ ده يوم النتيجة، ده يوم القيامة، ده يوم ما بتوزع المرتبات، تمام؟ استخبى ويطلع بقى حاجة تانية كده جوه نفس اللوامة بقى، تقعد تقطم فيك بس. بس ساعتها ما ينفعكش حاجة. فابن الجوزي بيقول لك شغل دماغك. اي شيء لمن ساكن الكسل. انت دلوقتي كسلت، عدى موسم الخير دوت، عدى. ودايما الكسل هو السبب ان بيضيع منا مواسم الخير، ودي اكبر مصيبه مصائب الكسل، ان انت اصلا داخل كسلان فمش هتتحول في يوم وليله.
وبالتالي يوم موسم الخير بيضيع عليك كالعادة. تيجي تقول هقوم الليل، ما انت ما كنتش بتقوم امبارح، ايه الجديد النهارده؟ ما فيش اصلا نشاط، فزودت ركعتين بتاع، بتقول ماشي حلو، بس مش هو ده الاداء اللي انا كنت عايزه. فمواسم خير تضيع، مواسم خير تضيع. تيجي يوم القيامه تلاقي بقى ناس واخدين جبال حسنات، ايه ده؟ ده العشر الاول من ذي الحجه بتاعت سنه 1444، وبعد كده العشر الاول بتوع ذي الحجه 1445، تمام؟ وانت فين؟ انا فين الكلام بتاعي؟ تلاقي اعمال ضعيفه هزيله، درجات ضعيفه جدا، وناس واخدين ايه؟ معديين في الجنه، واخدين ملايين الحسنات في نفس اليوم اللي انا ما خدتش فيه 1000 حسنه على بعض. ليه؟ مش عارف. هو نفذ، انا ما نفذتش، كسل. تمام؟ فاي شيء لمن ساكن الايه؟ الكسل. طيب انا عشان اواجه الكسل لازم نواجهه بمجموعه من المفاهيم. دايما الانسان يقول لك ايه؟ السلوك مراه الفكر. السلوك مراه الفكر. فانت قول لي في دماغك ايه الافكار اللي في دماغك؟ هقول لك ايه السلوك اللي هيطلع ايه منك، او ايه التصرفات اللي انا متوقعها منك. فدايما لما اصحح لك الفكر تتصحح على طول تبعيه ليه؟ السلوك. تمام؟ فده اسهل. فلازم الاول ناسس بعض الاساسيات، هي اساسيات فعلا، هي بديهيات كمان، بس محتاجين ان احنا نجدد العهد بيها. اول فكره لازم تستقر عندك عشان تبقى واضح مع نفسك وتقدر تواجه الكسل، ان انت لازم تجدد على نفسك هذه الفكره البديهيه، أن هذه الدنيا ليست دار راحة، يعني لا مجال هنا للراحة أصلا. يعني هذا المكان اللي أنت عايش فيه، الزمان اللي أنت عايش فيه من أول ما اتولدت إلى أن تموت، لا يوجد وقت للراحة. وإنما حتى إن استراحت تستريح لكي تستمر في العمل بس. يعني أنت بتستريح بقدر ما تستعين بهذه الراحة على المزيد من العمل. لذلك الراحة دي بتحتسب عند أهل الإيمان، لأن هي التي تقويهم على العمل. فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي، كما قال أبو موسى الأشعري، تمام؟ أو قال معاذ بن جبل. فالشاهد يعني أن الإنسان لابد أن يقصر أصلا، أنت لست هنا لكي ترتاح، لا مجال أصلا للراحة فضلا عن الكسل. يعني إحنا هنا مش جايين نرتاح خالص. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهي دي، ده مكان الشغل. فمنفعش أن أنت تلبس ثياب الراحة في مكان العمل، تمام؟ ما ينفعش واحد يروح الشغل بمايوه، تمام؟ فده مكان الشغل، فلازم تلبس العفريتة بتاعت الشغل. فلو جيت رايح الشغل رايح لهم بعوامة يعني ايه حضرتك جاي تعمل ايه هنا؟ ما اعرفش انا، قالوا لي ما فيش حبيبي الكلام ده، ايه اللي انت لابسه ده؟ ده مش لبس الشغل. فاللي بيأنتخ واللي بيريح ده بالظبط عامل زي لابس عوامة في الشغل، لابس مايوه في الشغل. انت لابس كده ليه؟ ده حبيبي مش مكان، اللي مش مصيف هنا. لما ان شاء الله تاخد اجازه من الشغل روح صيف زي ما انت عايز. فانت هنا جاي تعمل اداء الجنه، للاسف انت جاي هنا عايز تعيش هنا الجنه، فجاي هنا عايز اكل كويس، عايز انام بقى، وعايز اريح، وعايز اتبسط، وعايز بقى، مش عايز وجع دماغ، مش عايز ايه، فكك بتاع، ريح ريح دي، عارف انت الجو ده. فايه خلاص بقى كل حاجه ايه، انت عايز بعض الناس عايشين الدور ده فعلا، هو عايز الدنيا تبقى هي الجنة، ولذلك هو بيعيش في مأساة دائما. هي الدنيا جبلت على النقص وجبلت على الكدر، فما زال الناس بيحاولوا يخلوها كاملة ومش عارفين، لأن هي لا تستقيم لك أبدا ولا يعني تكتمل لك أبدا. ربنا وصف الجنة دار السلام، فالدنيا كلها نقص، تمام؟ حتى أسعد ما فيها نقص، تمام؟ تعالى مثلا خد الإخوة ويلا هنطلعوا رحلة بيسين جامد في فيلا جامدة في حتة جامدة وفي بحر وفي الضبعة وبتاع، حلو؟ ايه رأيك؟ تقول لي حلو، دي جنة دي، ماشي يلا بينا هنروحه وبتاع. طيب خلصت الرحلة، حلو، ارجع بقى، ايه رأيك في طريق الرجوع؟ ايه رأيك في رحلة العودة عاملة ازاي؟ بتكره اليوم اللي رحت فيه الرحلة اصلا، تمام؟ وبتنسى كل متع الرحلة، لم يبقى لك الا الالام، وتقعد 3 ايام في البيت مسلخ حالتك بالبلا، بتقشر اسود، تمام؟ الدنيا ايه؟ بايظه منك، تمام؟ وتقول انا ايه اللي وداني؟ ما انا كنت قاعد مريح يعني، اديني قاعد بقى، رحت اتبسطت يومين وقاعد اسبوع في البيت مش عارف اتحرك، صح؟ حتى اسعد حاجه بتعملها بيعقبها ايه؟
كدر وايه وتعب. وطبعا راجع في الرحله كل الناس فاتحه بقها فوق، في واحد صاحي بيصور، معروفين ان هو في معروف بيصور، كل اخوه فاتحه بقها وباصه للسقف. بعد كده بينزل صور على المجموعه ويسيح لهم ويهددهم ويبتدي يبتزهم بالاموال عشان ما ينزلش الصور هم فاتحين بقهم وباصين في السقف. معروف طبعا كلكم عارفينه اكيد، كل منطقه فيها واحد كده بيصوركم في الرحلات، اللي هو بيقاوم بيفضل صاحي الاخر. يعني عايز اقول لك ان هي الام، حتى بقيت مهدد بال فاهم يعني، بقيت عندك صور ممنوعه من العرض. فيعني هي حتى الرحله اتقلبت بغم وتهديدات وفي اقسام وفي ابتزاز وعامل قضيه ومسجل خطر فاهم. فيعني دي الرحله، تخيل الزواج مثلا اللي هو الحاجه الجميله بقى وليله العمر والجو ده، انك تعب وقدر بقى قبليها وحياه بقى بعد كده، تكتشف انت اتبسطت يومين ويشيل بقى يابا حياه كامله، وانا اتجوزت ليه فاهم ازاي؟ مفيش احتساب اصلا، بتبقى يعني تعب وخلاص. مفيش حاجه في الدنيا سالكه، هتاكل هتلغيت امتى؟ لغايه ما يجي لك مغص تمام، هتشرب لغايه ما يجي لك اسهال، يعني هتعمل ايه؟ بتيجي تاكل تحسب الفاتس والكالوريز والكربو وبتاع، طب انا هتخن كده، طب انا هخس، بكل حاجه مكدره، مفيش حاجه سالكه. عشان كده ربنا قال في الجنه كلوا واشربوا ايه؟ هنيئا. حتى الاكل والشرب في الدنيا مش هنيئا، انت بتحسب الف حساب قبل ما تاكل صح؟ كل حاجه مكدره في الدنيا، فلازم انت تبقى فاهم كده. هي ربنا جبلها على الكدر علشان ما حدش يستأنس بيها ابدا، تظل دايما في حاله من النفره كده منها، مش حتى مش عارف اتبسط فيها على الاخر. اما الجنه لهم دار السلام عند ربنا، الحمد لله لا اذهب عنا الايه؟ الحزن، ان ربنا لغفور الذي احلنا دار المقامه من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ايه؟ لغوب. هي مش انت مش جاي هنا عشان مش تقعد في جنه، محاولتك ان انت تحول الدار ديت الى جنه محاوله ستبوء بالفشل. احسن منك معرفش، هات لي اغنى رجل في العالم هل استطاع ان يعيش في الدنيا كالجنه؟ بل هو عايش في قلق وتوتر وتعب واحلامه ما بتنتهيش وتعبه الماليه ما بتنتهيش ومشاكل، يعني يظل حتى مهما كان زم الاموال بيفضل قلقان على الاموال نفسها، يعني كفايه القلق على امواله في البورصه، في شركته تخسر، فلوسه تقل، اللي يحصل له مش عارف ايه، في ناس بتكيد بيه، في ناس بتحسده، في ناس بتوقع شركته. انت متخيل كميه التعب اللي عايش فيه اغنى رجل في العالم؟ لكن في الجنه مفيش الكلام دوت. فمفيش اي محاوله ان انت تفتكر ان الدنيا دي هتستريح فيها، هذه محاوله تبوء بالفشل تماما. فالاسهل من كده ان انت توطن نفسك من البدايه، انا مش جاي هنا استريح ابدا، انا جاي هنا اتعب بس. رغم ان الحقيقه دي واضحه جدا في القران، قال تعالى لقد خلقنا الانسان في كبد، في كبد يعني قاعد جواه، متخيل قاعد في الكبد دوت، انسان لا ينفك عن كبد. كل دايما الفكره الساذجه بتاعت كل واحد يقول لك ايه هي بقى ايه الثانويه دي تخلص الواحد يستريح، هو يلبس في الكليه، فين ايام الثانويه الحلوه كانت مريحه والله تمام، الكليه بقى تخلص الواحد بقى يفك بقى وخلاص بقى فكك بقى من الدراسه ديت بقى كفايه بقى هوب البس جيش، فين الكليه دي احلى ايام حياتي كانت في الكليه صح؟ طبعا السنه دي خلاص بقت حلم خلاص تمام، والجيش بقى ويلا وترمي في حباطه وتسحل هناك وفي ساعه واقف فوق الجبل في شهر 12 نشفت فاهم الجو ده، ونفسك تكلم ماما بس مش عارف. فايه خلصنا الجيش الحمد لله خلاص بقى الواحد يريح بقى شويه، يلا البس خش على الجواز اشتغل شغلانه الصبح وشغلانه بالليل وبتاع وتدبس وجمعيات وتسجن في جمعيه وبتاع فاهم ازاي، وخش بقى وامضي على قايمه وتسجن بالقايمه في شغلانه بقى مش عايز اقول لك فاهم، وبعد كده يلا بينا ليله العمر الحمد لله يلا بينا ليله العمر، داخل بقى عليك اصلا 6 مليون جنيه ديون في ليله العمر دي فاهم ازاي، يلا ليله العمر اتبسطت ليله العمر تمام يلا بينا، مراتك تعبت وسخنت وبتاع وولاده وفي عندها سيوله ودكاتره وحقن وبتاع كلها عشان نثبت الحمل بس لسه ما خلفناش فاهم ازاي، ويلا خش بقى على عمليات وخش على دكاتره وخش على ولاده وخش على بامبرز وزي ايام حلوه تمام، واصرف اصرف 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 اهو فيها يا جدعان شغلانتين بقى وثلاثه، طب اسافر طب اكمل هنا طب اعمل ايه طب الديون اللي عليا طب اروح تروح يسافر عيني ويترمى بعد كل دوت شغلانه ما تتعلم بيها الا ربنا تمام، طب خلاص بقى خلفت عيل خش في التاني خش في التالت الحياه بقت صعبه كبرت هجوزهم وكعبله اتجوزوا هي خلاص بقى البيت فضي بقى ابتدي استمتع يلا تبدا الامراض تنزل عليك يلا سكر يلا ضغط يلا بتاع يلا طريح الفراش بالسلامه يلا سكرات الموت يلا اتحاسب ايه ده وانا هسرح امتى في الحياه دي، هي كده اللي خد خلقنا الانسان فيه
قول لي في واحد كده في مرحله ايه قال لك تمام انا وصلت لمرحله الايه تمام انا كده، فين هنا حد يقول لنا فين هي، فين هي؟ هي هي الثانويه، كليه، جيش، جواز، خلفه، تزويج البنات، تزويج، يعني امتى بستريح؟ فانت لو انت متخيل انك هتستريح في يوم من الايام انت كده كده تعبان. فانا برضو اللي عايز اقوله لك من التاصيلات المهمه ان انت كده كده تعبان، سواء تعبت في طاعه الله او في غير طاعه الله انت كده كده تعبان. فمن الغباء ان انت تبقى كده كده تعبان وكمان ما تتعبش في طاعه الله. بمعنى سؤال، اللي عايز الحلال بيتعب ولا بيتعبش؟ بيتعب. طب اللي عايز الحرام بيتعب؟ بيتعب طبعا. معلش انا لو رحت اشتغلت هتعب، لو رحت سرقت هتعب، لو هتجوز هتعب، هزني هتعب، صح؟ لو انا هشتغل يعني مثلا الدعوه، في الدعوه الى الله هتعب، في الدعوه الى الشيطان هتعب برضو. الرقاصه بتتعب، الممثل بيتعب، صح؟ والنصاب بيتعب، والحرامي بيتعب، تمام، وبيتشعبط وبتاع، الدنيا ملمطه برضو، الشقه يقول لك ربنا وفقنا في الطلعه دي، تمام، فاهم ازاي؟ والصنايعي بيتعب والمزارع بيتعب، كله تعبان. هو ربنا قال كده في القران في غزوه احد، هما الاثنين بيقاتلوا بعض، الجيش في جيش واحد تعبان ولا الجيشين تعبانين؟ الجيشين تعبانين. ربنا قال ان تكونوا تألمون فانهم ايه؟ يألمون كما تألمون. بس الفكره ان هم اغبياء وانتوا اللي بتفهموا، لان انت حطيت تعبك في الحته الصح وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فانا كده كده تعبان، في الشمال تعبان، في اليمين تعبان، فمن الغباء ان انا ابقى تعبان وفي الشمال. طب ليه؟ يعني انا تعبت برضه زي التعب اللي تعب، تعبت زي اللي تعبه ورحت النار، طب على ايه؟ طب ما كده كده تعبان، طب ما اتعب في الحق بقى، اتعب في الدين، اتعب في الفيه، في طاعه الله سبحانه وتعالى، واخش الجنه بقى واستريح. لان برضه خد بالك في ميزه مهمه جدا للشخص اللي بيتعب في طاعه الله، ان هو لو طاعه الله، احنا عندنا نوعين من التعب يا جماعه، في تعب بدني وتعب نفسي او روحي، تمام؟ التعب الايه؟ التعب البدني وتعب الروح. كل اللي انا بتكلم فيه ده اسمه التعب الايه؟ البدني. لكن حط تحت لكن دي الف خط، المؤمن لا يتعب روحيا، لا يشقى روحيا ابدا، اللي هو ترجون من الله ايه؟ ما لا يرجون. واما اللي بيشتغل في الشمال سواء كفر او معصيه فبيجمع التعبين مع بعض، بيتعب بدنيا كالمؤمن ويزيد عليه التعب الايه؟ شقاء الروح. من اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه؟ ضنكا. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من عمل صالحا من ذكر او انثى مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الم نشرح لك صدرك، رب اشرح لي صدري، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، وهكذا. فحتى في اختيارك ان انت تتعب في طاعه الله هو اختيار منطقي جدا، لان انت اخترت تعب البدن فقط مع سعاده الروح، وبعد كده الروح دي بتكمل معاك، تستمر في طريق سعادتها بعد الموت. واما لو اخترت انك تتعب في الناحيه الثانيه فانت في الحقيقه زودت التعب مش اكتر. جمعت بين تعب الايه؟ بدن، وتعب الايه؟ تعب الروح. فكده كده الدنيا ما فيهاش اصلا مجال للراحه، ما فيش حد مستريح فيها. هات لي واحد مستريح في الدنيا، هو واحد استريح مؤقتا بس بعد كده بيتصدم بتبعات الراحه اللي هو استريحها. خد بالك، وكل راحه بتستريحها في الدنيا بيعقبها تبعات سيئه، تمام؟ انت لو ريحت ومثلا ما نجحتش بتلاقي نفسك شيل الماده السنه اللي بعديها وعليها مادتين، يعني هيتجاب التعب ده كله. ريحت وما جبتش فلوس لبيتك هيتراكم عليك ديون، وهتلاقي نفسك شلت شيله، هتتعب تعب اللي فات واللي يعني ايه. حتى لو استريحت شويه هتلاقي نفسك هتجيبهم تاني. طب على ايه؟ يبقى انا ايه؟ ارشد التعب دوت، انا كده كده هتعب، يبقى لازم اوطن نفسي ان انا جاي هنا اتعب، تمام؟ لقد خلق يا ايها الانسان انك ايه؟ كادح. بص الكلمه نفسها حسسك لا احنا جايين نتعب، كادح، كدح، كدحا فملاقي. امتى هتستريح؟ لو انت كدحت في الاتجاه السليم ستستريح يوما، يوم ان تموت. بس عشان برضو ايه نختصر الطريق، الناس اللي في شعارات براقه كده جميله يقول لك ايه؟ اتعب عشان تستريح. الكلام ده كلام هجس، مفيش حد بيستريح. قول لي على واحد تعب في الاول واستريح في الاخر،
ممكن تشوف استريح في ناحية مثلا ايه بقى، مدير ما بقاش بيشتغل بايده، سواء استريح الاعباء اللي عليه النفسية والازمات وتفكير متعب اكتر من ممكن. ده الواحد بيقول لك يا ريتني ابقى موظف اخلص الساعة 4 واروح انام. صاحب العمل بيبقى ايه 24 ساعة. هو ايده ما مش فيه، هو لابس بدل وعربيات وبتاعه، وتحس انه مش تعبان في حاجة، بس ده بيتعب اكتر من البدن. مفيش حد مستريح. يعني يقول لك استريح، عايز يقول لك ايه، عايز مش هتشتغل بايدك. لو انت بقيت صاحب عمل مثلا فتعب كون فلوس، هتبقى صاحب عمل، هتبقى باشا، بس هتستريح؟ لا. انت هتتعب اكتر من الموظف نفسه. الموظف يروح ينام ويقعد مع اولاده ويلعب ده بقى بيقعد 24 ساعة في مصايب تخلص. انت لو صاحب محل بس انت تستريحش، تمام؟ فانا عايز اقول مفيش حد مستريح. يعني هي برضو قصادها فلوس بس قصادها تعب اكتر. فاللي عايز اقوله ان الجمله الشهيره بتاعت ايه، اتعب عشان تستريح، دي وهم. وهم احنا ممكن نغيرها بقى، اتعب في الدنيا عشان تستريح، عشان يبقى اليوم الموت يوم راحتك، مش يوم بدايه تعب اشد. بس ده اللي بوعدك بيه. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وضح الحقيقه ديت لما كان في سكرات الموت. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيتعب لغايه امتى؟ لغايه اخر لحظه في حياته، اخر لحظه في حياته. واشد تعبه كان في اخر لحظه في حياته عليه الصلاه والسلام. يدخل عليه رجل يقول انك توعك كما يوعك الرجلان. يعني لو اتنين توزع عليهم مرض النبي عليه الصلاه والسلام ما يستحملوش، هو شايل ده كله لوحده. فقال او ان لك اجران؟ قال نعم، عشان انا ليا اجر كبير عند ربنا، فهو بيعاملني كده. سكرات شديدة جدا، وكان يقوم عليه الصلاة والسلام يحط مية على وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت إيه لسكرات. لدرجة إن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت قاعدة جنبه بتقول إيه، وكرب إيه أبتاه، كرب وكرب أبتاه. مين أبتاه ده يا جماعة؟ محمد عليه الصلاة والسلام، أفضل رجل خلقه الله سبحانه وتعالى، أكرم الخلق على الله، كرب. هو فعلا كان في كرب، وكرب أبتاه. فيجاوب عليه الإجابة بقى الإيه اللي هي بتديك الرؤية اللي تغير أفكارك. قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. مش اليوم، اليوم صح، كلامك صح، أنا في كرب فعلا، بس هيخلص بكرة. يعني قصده إيه؟ لما أموت. حقيقة واضحة لازم تبقى إيه؟ واضحة عندك. لا كرب على أبيك إيه؟ بعد اليوم، يعني بعد أن أموت. فالموت هو نهاية الكرب بالنسبة للمؤمن، هو بداية الكرب الحقيقي بالنسبة للفاجر والكافر. ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لسه، لعلهم إيه؟ لعلهم يرجعون. فأنت لا تعب هنا علشان أستريح، عشان يوم ما أموت تأتي الملائكة تقول لا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، حين سيزول كل تعب. وقيل الإمام أحمد كان يرتحل من البصرة إلى الكوفة في طلب العلم، يقال يا إمام متى الراحة؟ متى الراحة؟ فيقول عند أول قدم في الجنة. وكان يقول مع المحبرة إلى الإيه؟ إلى المقبرة. يعني ما فيش راحة، خلاص فيش راحة. إمام أحمد ما ريحش حتى في طلب العلم، وحياته كلها تعب، كلها تعب، بس ناس استريحت. فأنا لما بأصل الأصل دوت واتسق مع نفسي، انا ببقى عندي رفض ذاتي للكسل. انا هنا مش جاي استريح اصلا، فليه ايه الكسل؟ ايه لازمته؟ انا اريح ليه ما اطحنش نفسي؟ طب ما اطحن نفسي، هي كلها هتعدي، الحياه كلها يا جماعه هتعدي، هتشوفها كده في يوم القيامه هتحس ان انت ما عشتش حاجه. ليه؟ لان انت هيكون الفرق بين يوم موتك وبين يوم القيامه اكتر من 50,000 أو 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 يعني يوم البعث هيبقى دي المدة اللي قعد فيها قبل، ممكن قعد قبل 1,000 2,000 سنة، ويوم القيامة نفسه 50,000 سنة. تتخيل أنت مثلا عشت 50-70 سنة وبعد كده جاي تفتكرهم بعد 7,000 8,000 10,000 سنة، هتشوفهم إيه؟ نقطة بعيدة جدا. أنت دلوقتي وأنت عندك 50 سنة مش فاكر أول 10 سنين، شايفهم عدوا هوا، صح؟ أول 20 سنة عدوا هوا. بالك لما تشوف نفس اللقطة دي كمان 10,000 سنة تشوفها ازاي؟ ساعة. ساعتها تندم بقى، ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إليه ساعة من النهار يتعرفون بينهم. طب ما كانت ساعة يا جماعة ما كنا نخلص. صح، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى أول حاجة الدنيا ليست دار راحة. الأصل التاني، الفكرة التانية اللي أنت بتثبتها عندك،
أن من أراد الراحة لابد أن يترك الراحة، من ترك الراحة طلب الإيه؟ طلب الراحة. وده كان السلف يقولوا كده، من ترك الراحة طلب الراحة، يعني من ترك الراحة في الدنيا طلب الراحة في الآخرة، ومن طلب الراحة ترك الراحة، من طلب الراحة في الدنيا ترك الراحة في الإيه؟ في الآخرة. من القواعد اللي أنت بتأصلها عند نفسك، إن جملة دي تحفظها، غدا سيذهب التعب ويبقى الأجر، غدا يذهب التعب ويبقى الأجر. أي تعب تتخيله أنه هو دلوقتي صعب وفظيع ورهيب، كل دوت مع أول دفعة في الأجر سينسى تماما تماما، وتبقى بس لذة الأجر. والعكس برضو، غدا سيذهب لذة المعصية ويبقى الإيه؟ ويبقى الحساب والألم والندم. فدايما العاقل يفكر في العواقب، يفكر في العواقب، تمام؟ فالناس ممكن تموت نفسها لأنها محتسبة عاقبة معينة، ممكن يقعد يتعبوا كتير جدا، تمام، عشان عنده بيحلم بحاجة معينة، زي بتوع الكورة مثلا، مجرد ان هو في كاس مثلا زي ما تشوف كده، معسكرات ويروح ويجوا ويسيبوا زوجاتهم ويسافروا ومعسكر صبح ومعسكر ليل وبهدلة بص مرمطة. ليه؟ في حلم، يقول لك الحلم بقى والكاس وبتاع، وفعلا يقعدوا الشهر مثلا كامل في معسكرات رهيبة جدا ومتعبة جدا، مشقة رهيبة جدا تفوق أضعاف المشقة اللي أنت بتبذلها في طاعة الله أصلا، تمام؟ ليه؟ في حاجة يوم ما بيمسك الكاس مثلا هيفتكر تعب رجليه، وفي التدريب مثلا هيفتكر الجري اللي كان بيجري حوالين الملعب، هيفتكر الضغط والجري والسويدي وشتيمة المدرب والبهدلة والمرمطة والتعب، كل ده أول لحظة بيمسك فيها الكاس كل ده بيروح، صح؟ ما بالك ده في الدنيا بس. طب إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، أكتر واحد تعب في الحياة، يعني ده بقى إيه، ما استرحش خالص، كل الدنيا كانت عليه بقى، يعني كان فقير، كان مريض، كان بص كل ابتلاءات ربنا نزلت عليه هو، تمام؟ كان أشد الناس بلاء. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، بس ينزلوه كده ياخد ايه، يشوفها كده بس ويطلع، لسه ما عملش حاجه، هو شافها بس، خد ايه رايك، حلوه، تعالى تاني، ايه رايك، ها فاكر حاجه، ما رايت بؤسا قط، ده لسه ما عملش حاجه، لسه لم يصل، لسه لم يعانق الحور العين، لسه ما عادش كده، ما عملش، ما شافش البسين بتاع الفيلا بتاعته، لسه ما عادش على الانهار، لسه ما شربش، لسه ما اكلش، لسه ما استمتعش، لسه كل ده ما عملوش، ده مجرد بس نزل خد ايه، خد كده بس لقطه كده من الجنه، انا ما شفتش تعب ابدا، ما رايت بؤسا ايه، بؤسا قط. امال بقى لما يقعد وينزل هيعمل ايه؟ مش هيفتكر اي حاجه خالص. فانت دلوقتي، بل انت دلوقتي وانت قاعد دلوقتي فاكر رجليك لما كانت وجعت في صلاه التهجد؟ لا، صح؟ لكن انت اللي فاكره ان انا مبسوط ان انا صليت التهجد. والعكس، هل انت فاكر لذه الاكل اللي كلته كتير وخلاك ما صليتش تهجد؟ لا، انت دلوقتي متعكن ان انت ما صليتش في ليله كده، انا عارف ما صليتش فيها تهجد ونمت عشان اكلت كتير وبتاع، ومتضايق من يوم ان انا الليله دي ما صليتش، وبيقولوا كانت ممكن تبقى ليله القدر، ومتعكن من يومها، فين لذه الاكل؟ راح. كذلك فلازم تفتكر الموضوع ده، بكره كل التعب ده هيتنسى، ما تفكرش في اللحظه، بص في العواقب. وكذلك غدا تذهب اللذه ويبقى الايه؟ الالم والندمات، الالم والندمات. يعني ما لا يكون الحيوان اعقل منك، الحيوان بيفكر على فكره، دي قدر من العقل كده بيفكر بيه، عنده قدره على حساب العواقب حتى، تمام؟ فلو انك جبت مثلا قطعه لحم للاسد ولا الكلب مثلا، وضعتها له على حافه هويه، مش هينط يجيبها، هيبص تحت كده ويرجع مهما كان جعان، بيفهم برضه، طب انا عامل ايه بحته اللحمه؟ اذا كنت في الاخر ساهوي بيها في الايه؟ هموت، تمام؟ فكذلك الانسان، طب استريحت وبتاع، اتبسطت، كلت كتير، شربت كتير، زنيت، مشيت مع بنات، اخرتها ايه؟ عملت العاده السريه، فرحت، شيل، تمام؟ هل انت فاكر لذه العاده السريه ولا بقى الالم؟ هل انت فاكر لذه الفيلم الاباحي دلوقتي ولا انت ندمان وقرفان من نفسك؟ ده انت هنا، ما بالك لما يوم القيامه وانت بتفتكر الفيلم الاباحي، وانت بتفتكر العاده السريه، وانت بتفتكر لما قفلت على نفسك الباب، لما قفلت على نفسك الحمام وعملت اللي عملته، هل ساعتها هتبقى لذة الموضوع ده لسه معاك لدرجة ان هي غلبت ألم الموضوع يوم القيامة؟
ولا هي اختفت اصلا من زمان انت مش فاكرها اصلا، ده انت ذكرت بها. تمام، يوم يتذكر الانسان وان له الذكرى، يعني هو ذكر. تمام، هو ده الناس اصلا كل حاجه، فذكر بها. ده هو ده دي ده هو الذكرى نفسها راحت مش لذتها راحت. فانا عايز اقول انت طب على ايه؟ على ايه؟ على ايه البهدله دي كلها؟ غدا يذهب التعب ويبقى لك الايه؟ يبقى لك الاجر. تمام؟ وبعد كده قاعده مهمه جدا تقول الاجر على قدر المشقه. الاجر على قدر المشقه دي بقى بتديك ليفل تاني. انا كده خلاص احنا فعلا هنتعب، ما فيش مجال للراحه، بس في درجات في التعب دوت. كل ما التعب يزيد كل ما الاجر ايه؟ يزيد. تمام؟ وده بيديك بقى فكره ان انا مش هتعب بس، لا، كل ما تتعب اكتر كل ما الاجر يزيد اكتر. عشان كده حج النساء غير حج الرجال. النبي عليه الصلاه والسلام قال عن حج النساء، قال عليكن جهاد لا شوكه فيه، الحج والعمره. فاعتبر ان الحج بالنسبه للمراه جهاد زي الغزوه كده. ليه؟ لان طبعا اللي يشوف امراه في الحج هيعرف يعني ايه، يعني ايه حج النساء. شيء رهيب مرهق جدا جدا فوق الخيال. الرجال يا جماعه بيتساقطوا في الحج، الرجال الجامدين بيتساقطوا في الحج. ممكن لو رمى الجمره الكبرى ما يقدرش يروح يطوف طواف الافاضه، ممكن في حاجات بيأجلها الايام من كتر ما رجليه تعبانه. فاللي عايز اقوله يعني ان ايه، ان كل ما تتعب اكتر كل ما تفوز اكتر. الحاجات المهمه اللي انت برضو بتخليك متحفز ناحيه الكسل، ان الكسل انما في الحقيقه هو ياتيك من الشيطان. يعني الكسل هو اصلا موجود في النفس، بس لما علم الشيطان ان دوت من احب الاعداء ليك بدا يستتر وراءه، وبدا يجي لك في هيئته. تمام، وبدا يركبه، هو مش هيجي لك يقول لك انا الشيطان، لكن هيجي لك راكب في هيئه الكسل. فلذلك ده بيستفزك اكتر، ان انا كمان انا فاتح لنفسي مدخل بيركبني الشيطان منه وبينفخ فيه، بيستتر وراء الكسل. هو الشيطان بس هو راكب ايه؟ ورا العدو المحبوب اللي هو النفس دوت. لذلك جاء في الحديث الانسان لو ايه نام فعايز يوم الليل بقى وبتاع، قال يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو نام ثلاث عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد. كسل، عليك ليل طويل فارقد، نام نام نام، خلاص لسه بدري على الفجر، لسه بدري على الفجر. وانت عايز تقوم الليل ماشي ماشي، هنصحى كمان شوية ماشي ماشي لغاية ما يأذن الفجر، ماشي ماشي ريح بس مش مشكلة، كده كده الإقامة كمان نص ساعة، نام بعد كده الإقامة، ماشي ماشي في مسجد بيقيم بعد 40 دقيقة، ماشي ماشي في واحد على أول الشارع بيقيم بعد 50 دقيقة، يا عم ماشي 50 دقيقة، المهم نصلي قبل الشروق وخلاص، هنلحقها ما تقلقش، قوم صلي مع مراتك، صلي مع ابنك، أي حاجة، تمام، بس الساعة 8 الصبح. هو ده اللي بيحصل، السيناريو بيحصل إيه؟ أغلب الأيام، صح؟ عليك ليل طويل فارقد، زبون، كل يوم زبون في الموضوع دوت. فما أنت أصلا تحس إن الموضوع جاي من الشيطان تستفز. أنا ليه 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 أنا ليه أنا زبون كده؟ يعني كل يوم أبقى زبون عنده، وآخد برضه على قفاه نفس القفا كل يوم، طب ليه؟ فده شيء مستفز. فلما تعرف إن هو قائد الكسل أصلا في الحقيقة هو الشيطان اللي بينفخ فيه، ده بيخليك مستفز. مستفز ليه؟ إن ربنا قال كده، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طب ليه بعض الناس بيفتكر دي يعني، ما هو انت قلت ان الشيطان لك عدو، ليه بتقول فاتخذوه عدوا؟ لان في ناس عارفين ان الشيطان عدو، مش متخذه ايه؟ عدو، هو عامل معاه تحالف، عامل معاه ايه؟ شركه من الباطن، يقول له احنا ايه؟ بص قدام الناس اعداء واستعيذ بالله منك وبتاع، بس احنا ايه؟ مع بعضينا ما تقلقش. طب ليه؟ يبقى لازم تكون العداوه ظاهره، تكون عدو بجد ليه؟ فعلا بتكرهه، فعلا بتستفز اول ما ياخد منك اي جوله، فاتخذوه ايه؟ عدوا. طيب، من النصايح اللي تساعدك على مواجهه الكسل عده امور. اول شيء اشرنا ليه في اول محاضره، هنسمي دي اسلحه المواجهه. تمام، يبقى الاول الفكره الاساسيه اللي انا كنت بناقشها من شويه هي الفكر، مجرد افكار معينه ببثها فيك عشان تتحول الى سلوك. اللي جاي ده نسميه اسلحه المواجهه، ازاي اواجه بقى الكسل دوت. من اسلحه المواجهه دي هنقولها باختصار اللي احنا اشرنا ليها، وهي ادمان الدعاء. ادمان الدعاء، ادمان الدعاء، مش الدعاء بس، ان انت تدمن الدعاء ده، تكثر من الدعاء، وخلي دعائك دعاء واحد غريق، يعني دعاء واحد بيغرق، مش دعاء ايه اللي هو زي ما قلت لك كده انت ممكن ما خدتش بالك ان انت بتستعيذ بالله من الكسل في اذكار الصباح والمساء. لان انت اي دعاء يعني كيف ينفعك هذا الدعاء؟ يعني اذا كنت بتدعي وانت في حاله من الغفله الشديده كده لدرجه ان انت مش فاكر اصلا انت كنت بتقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، صح؟ فعلى كيف ينفعك دعاء وهو انت بتقوله في حاله غفله شديده
بالصورة دي، قلب غافل لاهي، تمام؟ فلا، عايزين دعاء كده زي دعاء الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه، بس تحس نادى دي مش دعاء عادي، لا دي استغاثة، واحد بيغرق، استغيثون ربكم فاستجاب لكم. أنت بتغرق، أنت فعلا بتغرق، فلازم تستغيث. أنت مش متخيل أنت بتغرق، أنت بتغرق. تخيل واحد بيغرق وعدت سفينة كده جنبه، هيقول لهم إيه؟ يا سفينة يا جماعة إنني أغرق، هيتكلم كده؟ أنت بتدعي كده فعلا، ولا فاهم؟ في صريخ هيحصل، فاهم؟ يعني اكيد مش هيتكلم بالهدوء دوت، صح؟ هيبقى بيصرخ، بيستغيث فعلا، ويعني خايف يعدوا قبل ما يلحقوه، فاهم؟ فتعرف تدعي دعاء كده، دعاء واحد بيغرق، الكسل مدمرني، مضيعني في الدراسه، مضيعني في قيام الليل، مضيعني في طلب العلم، مضيعني، الدنيا بايظه مني فعلا. عرفت ان هو ده الكسل. فلما تقول بقى ايه، اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل، لا قولها من قلبك، اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، قولها جامد لما تعدي في اذكار الصباح والمساء، على اللهم اني اعوذ بك من الكسل، ركز فيها، تمام؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، اسلحه المواجهه، انك يعني حاول تزود يقينك في الجزاء، ودايما الجزاء هو اللي بيخلي الانسان ايه، يصبر. زي ما قلت لكم الكاس والكلام ده، ليه الحاجات دي تخلي الناس تصبر؟ لان دي يقين، هو شايف الكاس فعلا، الكاس شيء مادي ملموس واتاخد قبل كده، وشفنا قبل كده ناس خدوا كاس، فدي مش محتاجة ان انت تذكرني بيها لانها شيء مادي. مشكلتنا دايما في امور الاخرة ان هي كلها غيبيات، وده التحدي. انت عارف لو انا قلت لك دلوقتي مثلا والله الساعة 3 الفجر هاجي لك تحت البيت علشان عايز ادي لك 1000 جنيه هدية مثلا، قلت لك لو نزلت لي هديك 1000 جنيه هدية، تمام؟ وانا خلاص، وانا انت عارف ان انا صادق ما بكذبش ومليان، يعني مش بحور عليك ومش فقير، تمام؟ وانا قلت لك فعلا تحت 3 بالظبط هجي لك تحت البيت، لو نزلت هديك 1000 جنيه، ما نزلتش خلاص هيحصل ايه؟ هتنزل طبعا، يعني ممكن ما تنامش اليوم دوت، يعني تخيل قلت لك 10000 جنيه، قلت لك مليون جنيه، هتنزل على ايدك، تمام؟ فالموضوع ايه؟ تنزل بسقف، يعني انت هتبات في الشارع، يعني انت مش هتطلع عشان تنزل اصلا، انت بعد صلاه العشاء هتحفر في حفره في الحته اللي انا قلت لك عليها، وهتصب خرسانه عشان ما يحصلش اي ظروف تمنعك من الايه؟ من التواجد. مليون جنيه موضوع كبير قوي، تمام؟ ليه؟ انت متاكد الراجل ده ما بيكذبش؟ الراجل ده مليان؟ الراجل لا، عملها قبل كده مع ناس، عملها قبل كده مع ناس، وانا شفته قبل كده، قبل قال لواحد صاحبي كده واداله مليون جنيه قدامي، فاهم؟ فالموضوع ايه؟ ده اسمه ايه اللي انا بقول ده؟ اسمه يقين. انت متاكد، عندك يقين في الجزاء. فاليقين في الجزاء تحول لايه؟ تحول لجديه، تحول لعمل حقيقي، تحول انت مش قادر تسرح، لان انت متاكد الموضوع دوت، تمام؟ عشان ذلك ربنا بيؤكد ان وعده حق دايما، وعد الله ومن فهم ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو ايه؟ فهو لاقيه. اي التاكيدات دي، التاكيدات دي انت عارف ان هو وعد، بس انت مش حاسه قوي، مش يعني مصدقه، بس مش حاسس، انت عامل زي اللي مش مصدق، يعني انت مصدق بس اللي يشوفك يقول مش مصدق، يعني فاهم ازاي؟ فكما قال بعض السلف، ما رأيت يقين أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. يعني كل الناس كانت هتموت، بس أحوالهم تقول إن هم شاكين في الموضوع دوت، فبيقول ما رأيت يقين أشبه بالشك كيقين الناس بالموت. هو عنده يقين بالموت بس سلوكه بيقول إن هو شاكك في الموضوع دوت، تخيل. فاللي عايز أقوله يعني يقين، أنا دلوقتي فلو قلت لك حاجة كده تنشط، فاليقين ده يزيد ازاي؟ يزيد بكثرة المطالعة، ان انت تكثر من تدبر القرآن، تكثر من مطالعة كتب اللي بتتكلم على فضائل الأعمال زي رياض الصالحين، زي صحيح الترغيب والترهيب والكلام دوت. تكثر من مخالطة الناس اللي بتذكرك بالدار الآخرة. الناس دي هي اللي بتعمل لك حالة من الانشغال. احنا دلوقتي ايه اللي بيخلينا عندنا اهتمام قوي بالدولار والذهب والكلام ده؟ كتر السماع. انت لو جاي من بلد تاني، عايش دلوقتي، لو رحت دلوقتي، رحت ليبيريا، رحت مثلا السنغال دلوقتي، هما كان عندهم مشكله في محصول البنجر وكل البلد تتكلم عليه. انت مشغول بالموضوع ده؟ شغلك في حاجه؟ مش حاسس باي حاجه ليه؟ قعدت شويه في السنغال، وطول ما كل ما تقعد مع الناس بيتكلموا في مشكله محصول البنجر، ان طلعش احمر قوي، هتبقى الموضوع شغلك، صح؟ مع انك انت في مصر وانا كده كده مروح، الموضوع شغلني ايه؟ فلو لقيت واحد مثلا بيقول يا جماعه موضوع البنجر اتحلت، تلاقي نفسك كده بجد، انا مالي يا جماعه، وانا
انا متخلف ولا انا ايه؟ طب انا اصلا مروح، انا ايه اللي جابني هنا؟ تمام. بس انت من كتر ما بتسمع الكلام في الموضوع ده ايه، بقيت همتك منصرفه ليه، بقيت مشغول بيه. انت دلوقتي لو قاعد في مشروع الناس يتكلموا في الدولار هتلاقي ودانك معاهم، فانك مش لاقي تاكل اصلا. انت مالك ومال الدولار؟ انت معكش جيب جنيه نفسه، معكش الجنيه نفسه، مش معاك يعني. انت عايز ايه من دولار؟ لو لقيت واحد بيقول الذهب نزل يا جماعه، بجد الذهب نزل؟ الذهب ايه حضرتك، انت ما اتعشتش امبارح يعني؟ يعني الدنيا بايظه، انت مالك بالقصه دي؟ بس هو ايه، كل الناس بيتكلموا هنا، فانا ايه دماغي بتروح معاهم. فانا عايز اقول للانسان دايما انشغالاته حسب اللي حواليك بيتكلموا في ايه. فلو انت فعلا بتخالط ناس بيتكلموا في العباده، في قيام الليل، بيعملوا تحديات في حفظ القران، تحديات في كتب العلم، بيقروا الكتب، بيحضروا دروس مع بعض، بيتكلموا عن الدار الاخره، انت نفسك هيزداد يقينك في الموضوع وتنشط. فدايما حاول تخالط الناس دي. يبقى انت تشتغل على نفسك بتدبر القران، تدبر كتب السنه، خصوصا كتب فضائل الاعمال، وخلطه الناس زي ما احنا قاعدين في درس كده. ده هيفرق معاك، بس هيفرق معاك شويه، مجرد ما ترجع تاني تخلط الدنيا هتريح. فلو انت تخيل الدرس ده كل يوم مش هتريح، لان على ما بتريح بيكون جاي محفز اخر. فحافظ على الدروس المسجد، ولو حتى كلمه تفجر بتنشطك. تمام. يبقى دوت ايه، عشان كده ابن رجب الحنبلي بيقول كلمه جميله جدا تكتب بماء الذهب، يقول: من لم يعرف ثواب الاعمال ثقلت عليه في جميع الاحوال. من لم يعرف ثواب الاعمال ثقلت عليه في جميع الاحوال. يعني كل ما انت تجهل فضل ما تفعل بتبتدي تزهد في العمل. يعني احنا قلنا اسلحه المواجهه، اول حاجه ادمان الدعاء، نمره 2 اليقين بالجزاء، نمره 3 ودي حاجه عمليه بقى فعلا، وجود هدف واضح وخطه واضحه للوصول الى الهدف. دايما الحاجات اللي تخليك كسلان ان انت مفيش هدف، يعني مفيش حاجه احاسب عليها. بمعنى انت عندك همه ونشيط جدا، تمام، بس انت مش محدد حاجه معينه. صاحي الصبح النهارده ايه هدفك، عايز تعمل ايه النهارده؟ مش عارف، انا بس ايه سخن كده. فسخن دي هتتحط في اي حاجه بقى، هتلاقي نفسك مثلا بتقلب في اليوتيوب في مقاطع ممكن تكون مفيده، تمام، بس مش عارف، انت عملت حاجات كتير حلوه كده النهارده، بس انا جيت في الاخر يوم اقول لك النهارده كان يوم ناجح بالنسبه لك، مش هتقول لي ما اعرفش. يعني مفيش حاجه قيم عليها، لان انا اصلا ما حطيتش ايه هدف معين. ما عنديش خطه واضحه. فتلاقي حتى لو عندك، لو انت مش كسلان بتلاقي نفسك مبعثر في حاجات كتير. فطبعا تلاقي نفسك مبعثر بيحصل ايه، بتكسل. فما بتحسش بمشكله ليه، لان اصلا انت مش عارف. يعني لو قلت لك النهارده مثلا انت قريت قد ايه قران، تقول لي مثلا صفحتين. طب ده حلو ولا وحش؟ مش عارف. لكن لو انت قلت لي انا النهارده المفروض اقرا جزء، فقريت صفحتين، لا، يبقى انت في مشكله غلط. تمام. قريت جزء ونص، ممتاز. تمام. لا، النهارده كان المفروض اسمع درس قد كده في قد كده واخلص قد كده من الكتاب، هاجي اقول لك اخر يوم عملت ايه النهارده، تقول لي لا الخطه ما تمتش. فلازم في حاجه اسمها التو دو ليست بتاعتك انت، مثلا ايه ورقه الاعمال بتاعتك، النهارده المفروض اعمل كذا وجنبها صح واعمل كذا، ومحدده بالاوقات وبالكميات بكل التفاصيل، لان دي اللي هتحدد انا تمام ولا مش. طبعا تحط خطه منطقيه يعني مناسبه لظروفك، لا هي سهله جدا لدرجه ان انت بتشتغل نفسك، ولا هي ضيقه قوي لدرجه ان انت هتفشل لا محاله ويجي لك احباط. حط خطه منطقيه فيها نفس، تبقاش حكومه قوي، لان اكيد طبعا احنا قلنا الكسل وارد، ما فيش حد بيسلم منه. فدي نفس للكسل ماشي، بس مش نفس كبير. تمام. يعني الحاجه اللي تاخد ساعه هديها ساعه وربع، لان لازم يحصل ايه وعكه، فاللي هو عشان ننجح عشان نعدي اليوم. لكن لازم يكون في حاجه واضحه، انت صاحي تعمل ايه، ايه هدفك الشهر ده؟ لازم يكون في هدف واضح كبير. المفروض الشهر ده اخلص الكتاب الفلاني، في خلال 3 شهور هخلص الكتاب الفقه دوت، كتاب العقيده دوت، في خلال شهر المفروض احفظ جزئين. لازم يكون في هدف كبير، وبعد كده بيتكسر الهدف الكبير ده لاهداف صغيره يوميه. تمام. ده الهدف الكبير. هتعمل ايه بقى النهارده؟ هسمع الدرس الاول من السلسله بتاعه الفقه، حلو، وهحفظ اول صفحه في سوق، حلو، والنهار هنزل كل حاجه ايه بتبتدي تتكسر الاهداف. المفروض مجموع الاهداف الصغيره دي يوصلني للهدف الكبير في نفس الوقت اللي انا حددته بالظبط. ده على اساس كده اقدر انشط، لان انا في الاخر بقى باخي اخر يوم بعرف انا كده تمام ولا مش تمام، ببتدي حاسب، ببتدي عاتب، ببتدي اطلع الافات اللي حصل النهارده، ايه اللي خلاني النهارده ما اديتش الاداء الكويس، هل الخطه هي اللي مش كويسه ولا انا الاداء مش كويس، ابتدي اعمل مراجعه تاني لكل حاجه واطور الاداء او اطور الخطه لغايه ما، فساعتها تنشط.
دايما يقول لك ايه، ما عملوا احصائيه كده، وجدوا ان الناس اللي ليهم خطط واهداف 83% منهم نجحوا يوصلوا لهدف، لحاجه كويسه. واللي ما لهمش خطه واهداف، اللي هم سايبينها بظروفها كده، نسبه النجاح فيهم 13%. يعني دول وصلوا بلا خطه، هم وصلوا بظروفها كده يعني، تمام، بس كام؟ 13%. لكن نسبه اللي كان مخططين فعلا للنجاح اللي وصل منهم 83% وصل. فالخطه بتفرق، نص الطريق خطه. ما عندكش خطه، على اساس ايه هتعرف انت كسلان ولا لا؟ في سلاح كده بتستعمله لما الكسل بيشتد عليك. احيانا الواحد بيبقى حاطط خطه وحاطط اهداف وكل حاجه تمام، بس في يوم يقول لك مش قادر. يعني هو كل يوم بيعمل نفس الحاجه مثلا، كل يوم بيحفظ قران، كل يوم بيسمع درس علم، كل يوم. فجه في يوم بيقول لك مش قادر النهارده، قافل قفله مش عايز اقول لك. هنا على طول لازم تعمل خطه بديله، اللي هي الايه؟ التنويع. لازم يبقى عندك كده في المهام بتاعتك مهام شايلها على جنب للحاله ديت، اللي هي حاله الملل، ان انت مش قادر، مليت فعلا، مش قادر تكمل في نفس الخطه ديت. فلازم في اعمال بديله كده بتكسر بيها الملل. الاعمال دي مش عاجله، هي بعض الاعمال اللي هي مش عاجله، ملهاش وقت ومش مستعجله خالص. في مثلا روايه كده حلوه كنت بقراها، دي على مهلها، من بلاقي لها وقت بقراها، تمام. في مقطع حاجه كده على اليوتيوب، بودكاست كده كنت عايز اسمعه، سايبه كده للروقان، تمام، شايله على جنب. في واحد صاحبي من زمان نفسي اسال عليه، عايز بقى لي مده عايز اتصل بيه اكلمه، بس انا عارف لو اتكلمنا في التليفون هنقعد ربع ساعه نتكلم، فشايله كده ايه لظروفها. في شويه اعمال كده انت حاططها على جنب للروقان، لما ابقى فاضي اعملها. فالاعمال دي لما يحصل ايه؟ لما يحصل الملل، لما تلاقي مقافل مش قادر، طب اعمل ايه؟ اكسل؟ لا، بدل ما اكسل واضيع الوقت اعمل ايه؟ اعمل الاعمال اللي انا ايه؟ اخش اسمع البودكاست اهو، ما ضيعناش وقت، فاهم؟ كلم صاحبك، زور عمتك، فاهم؟ انزل العب كوره، يعني اعمل حاجه حلوه مش مشكله، بس المهم الوقت ما ضاعش، اهم حاجه عندي ان الوقت ما ضاعش. ودي جزء من خطتك، لان انت كنت حاطط الحاجات دي في الخطه، بس الخطه طويله المدى اللي هي مش مالهاش وقت. هي هعملها، بس انا مش عارف امتى، سايبها بظروفها. بتيجي الظروف تحطها فين؟ في الملل. لما الملل يشتد عليك جدا تبقى مش قادر، فتروح حاطط الايه؟ الحياه العشوائيه دي، فتلاقي نفسك في اخر يوم فرحان برضو، على الاقل وقتي ما ضاعش. يعني هو عموما دي بعض الحاجات اللي بتساعدكم على الحماس والنشاط. وزي ما قلنا، الهدف الاساسي اللي انا كنت بدور حواليه النهارده وهو ان الموسم ما يضيعش منك، لان يعني دايما مواسم الخير بتضيع منك بسبب افه الايه؟ افه الكسل ديت. ونصيحه مهمه، ان انت صاحب لا تصاحب الكسالى، لان الكسل من اشد الامراض المعديه. انت لو رحت لواحد صاحبك وانت عايز تذاكر وهو مكسل يذاكر، مش هتذاكر، وده اللي بيحصل طبعا كالعاده. والعكس، لو رحت لواحد حريقه مذاكره نفسك راكب معاه. فصاحب اصحاب الهمم العاليه، ما تصاحبش الكسالى، لان الكسل من اشد الامراض المعديه، تمام. يعني مش هطول عليكم علشان الصلاه وكده. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.